اليوم عندنا أزمة حقيقة في التعليم الديني وأزمة في التعليم في عالمنا الإسلامي من كثير من الجوانب الإبداعية وكذلك حتى التربوية. فنحن نريد من خلال هذه الحلقة إيصال رسائل بأنه يجب أن تربط العلوم الشرعية والعلوم أيضاً المادية وغير العلوم التكليفية، أن تربط هذه العلوم كلها بأهدافها التربوية، وهي تشمل الهوية والعقيدة والتوجيه والإبداع وغير ذلك. وتشهد هذه التربية خللاً كبيراً من الوجهة الإسلامية، ولهذا فإنه ينبغي أن نبين هذه التربية من الوجهة الإسلامية، ما هي حقيقتها وما هي مجالاتها وكيف يمكن أن تتم على الوجه الذي تحقق أو تجعل الإنسان يحقق مهمته في الحياة التي من أجلها خلق، وهي مهمة البناء، مهمة التعمير في الأرض، مهمة النهضة الحضارية. فالحلقة تعالج هذه الجوانب بالإضافة إلى أسباب أن هذه الوسائل أو هذه المدارس والجامعات في عالمنا العربي والإسلامي لم تحقق أهدافها المنشودة مع الأسف الشديد. أستاذ نجار، هناك إشكالية حقيقية في مؤسساتنا التعليمية، منها مسألة التربية. كيف نفهم التربية؟ ما معنى التربية؟ مفهوم التربية في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن أن نحدد مفهوما للتربية إلا إذا حددنا ماذا نبغي وماذا نريد من هذا الإنسان الذي نربيه، ما هي المهمة التي سنربي الإنسان ليقوم بها. المهمة عندنا في الإسلام، مهمة الإنسان هي أن يقوم بالتعمير في الأرض، أن يبني الحضارة في بعدها المادي في استثمار خيرات الطبيعة، وفي بعدها المعنوي ترقية الإنسان فرداً ومجتمعاً نحو الفضيلة، نحو الخير، نحو إلى آخره. هذه المهمة التي من أجلها خلق الإنسان في دين الإسلام. إذن فالتربية في مفهومها العام هي إعداد الإنسان ليقوم بهذه المهمة وينجز هذه المهمة أحسن إنجاز، وهذا يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو إعداد الإنسان الفرد، لأن المنطلق في هذا في هذه المهمة هو الفرد، هو الإنسان الفرد، ولكن الإنسان الفرد لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا مع الآخرين، والفرد مع الآخرين لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا في مسرح هو الطبيعة، هو البيئة. لهذا فالتربية، مفهوم التربية ينبغي أن يشمل هذه المجالات الثلاثة حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المهمة. المستوى الأول وهو إعداد الفرد بأن يعلم كيف يفكر تفكيرا صحيحا، بأن يربى على القيم الإنسانية والأخلاقية، أن يربى على الابتكار وعلى المبادرة والفاعلية. ثم لا يكفي ذلك، لأنه سيمارس أو سيسعى إلى تحقيق هذه المهمة مع الآخرين من الناس، ولهذا ينبغي التربية الاجتماعية، أن يكون أن نربي الإنسان على تربية اجتماعية يستطيع فيها أن يتأقلم مع الآخرين، أن يتعاون معهم، أن يفسح في نفسه مجالاً لهؤلاء الآخرين، وأن يمتده أيضاً بنفسه وبعقله إلى مساحات هؤلاء الآخرين. هذه تربية اجتماعية. كذلك لا يمكن أن يقوم الإنسان بهذه المهمة حتى وإن ربيناه في هذين المجالين، لأنه سينجز مهمة التعمير في الأرض في مسرح أو على مسرح الطبيعة ومسرح البيئة. فلابد أن يكون هناك تربية يمكن أن نسميها بالتربية البيئية، وذلك بأن نعطي للإنسان الذي نربيه حقيقة هذه البيئة وطبيعة هذه البيئة، ماذا تحتل هذه البيئة في نفسه، هل هي أمر مسترذل كما نجد في فلسفات قديمة، أم هي كما في ديننا أمر يشبه أن يكون مقدساً، ذلك لأنها مجلى هذه الطبيعة
مجلى يتجلى فيها صفات الله تعالى من العلم والقدرة وإلى غير ذلك. فهناك التربية البيئية التي يحافظ فيها الإنسان على هذه البيئة من التلوث، من التخلال بالتوازن كما نراه مع الأسف الآن في العالم مما يسمى بالأزمة البيئية. نربي الإنسان أيضا في مجال البيئة على أن يتأمل في هذه البيئة، وهذا القرآن مليء بهذا التوجيه، وعلى أن يقصد هذه البيئة ليستجلي حقائقها وقوانينها، فيكون إذن متكون هذا الإنسان تكوينا فرديا، تكوينا اجتماعيا، تكوينا بيئيا. هذه هي مهمة التربية. عندما نتكلم عن التربية في الإسلام قد نفهمه تربية روحية فقط أو تربية روحانية، هل يوجد تربية فكرية في الإسلام؟ نعم، هذا من الأشياء التي فيها انحراف في الفهم أيضا. التربية ينصرف الذهن إلى التربية الروحية والتزكية الروحية، هذا جزء مهم لكن ليس هو كل التربية. التربية الفكرية التي تعلم الناس منهجية التفكير، كيفية الوصول إلى الحق، كيفية التعامل مع الآخرين، التربية الفكرية التي توصل الإنسان ليدرك الحقيقة، هذا مهم ومهم جدا. وكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي راجعة إلى سوء التفكير والإعوجاج في منهجية التفكير. شكرا، وصلت أستاذ. أستاذ علي كرداغي، في إشكالية حقيقية في مجال التعليم والتربية، بمعنى قديما كنا نسمي وزارة التعليم والتربية، الآن بدأنا نسمي وزارة التعليم، كأن التربية شيء والتعليم شيء آخر. أليست هذه إشكالية حقيقية في مجال التعليم؟ وكيف ندمج بين الاثنين؟ هناك إشكالية أخرى عندما نتكلم عن التعليم والتربية، بعض الناس يفهمون مدارس الدينية، مدارس التقليدية، مدارس القديمة. كيف نجمع بين مدارس التعليم، مدارس المعاصرة ومدارس القديمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في المفهوم الإسلامي للتربية هو ما ذكره فضيلة أخي قبل قليل، بأن التربية شاملة للفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية وكذلك والبيئية إلى آخرها، كلها تربية. اليوم الإشكالية الكبرى في هذا المجال هو حصر هذا المفهوم في الجانب الديني والاكتفاء بمجموعة من المواد، تسمى هذه المواد مواد تربوية، وهي مواد علوم الشريعة، وهذا خطأ كبير جدا. أو الثقافة الإسلامية فقط. أو الثقافة الإسلامية، حتى المواد الشرعية ليست هي التربية. التربية هي هدف، هي مقصد لجميع العلوم. أدرس علم الاجتماع أو أدرس علوم المادة أو علوم الطب وأربطها بأهدافها التربوية بقدرها، وربما بعض الأهداف التربوية تزيد في علم وتنتقص في علم آخر مثلاً. فالأهداف الاجتماعية مثلاً في العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية أكبر من بينما في الأهداف التربوية السياسية وغيرها في علوم السياسية والقانون أكثر وهكذا. فلذلك التربية هدف، وكل حتى علم الطب، حتى علوم الشريعة، لو درسنا علوم الشريعة لكن دون أن نربطها بأهدافها وهي تحقيق التربية الدينية والتربية السياسية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حدد وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، حيث يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو عليهم آياته للارتقاء بالروح، حتى لا تكون هذه الروح هابطة شريرة، تكون عالية سامية عزيزة. ويزكيهم، يزكي نفس أنفسهم، حتى لا تكون نفوساً أمارة بالسوء، بل تكون نفوساً لوامة راضية مرضية. ويزكيهم، يزكي قلوبهم من الكره والكراهية والمشاكل وغير ذلك، وحتى يكون القلب سليماً. وعقولهم، حتى تكون عقولاً مبدئة، أيضاً ربط التعليم بهذا. ثم بعد ذلك الجانب العملي والأخلاقي من التربية، وإن كانوا من قبل ولا فيه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب، أي كتاب؟ والحكمة، وهو كيفية التطبيق والاستفادة من كل ما هو جديد بالإضافة. إذن شوف هذه الأشياء، الآية الكريمة تجمع كل عناصر التربية. أنا أفهم من كلمتك أستاذ في تعريف التربية بهذا المعنى أن التربية فلسفة العلوم. أحسنت. أو أهداف الفلسفية للعلوم، أو مقاصد العلوم. ومقاصد العلوم. صحيح. هذا شيء إضافي جديد جداً في الحقيقة. نعم. على الأقل عندي. لكن هناك إشكالية أخرى في دولة المواطنة. نعم. خاصة بعض الدول الآن ومواثيق الدولية تفرض على الدول حتى الإسلامية
بعض المواد قد لا تنسجم مع ثقافتنا وتقاليدنا، كيف سنحافظ على ثقافتنا أو سوف ندرسه بمنظور آخر أو بمنظور إسلام مثل التربية الجنسية أو تعليم الجنسي وما إلى ذلك؟ وبالمناسبة التربية الجنسية ليست ممنوعة شرعا إذا كانت هذه التربية في إطار الضوابط الشرعية والآداب الشرعية، مطلوب حقيقة إلى حد كبير، لكن مع مراعاة العمر والوقت والظروف وما أشبه ذلك والأشخاص الذين يدرسونها. لكن لو فرضنا حتى لو كانت هذه الأمور مخالفة، فلنفرض ليس بالضرورة هناك فرق بين التعلم وبين التأثر. نحن نتعلم لكنه ليس بالضرورة أن نتأثر، فلذلك لابد أن تكون الآن بالنسبة للغرب مشكلة الأقليات المسلمة هذا يعانون من هذه المشكلة، فكيف نتدارك؟ ونحن في المجلس الأوروبي نتدارك ذلك من خلال توجيه المسلمين يوم السبت والأحد للإتيان بأولادهم لتدريبهم وتربيتهم أخلاقيا وإيمانيا بالشكل الصحيح. فلذلك هذه الأمور كلها يمكن أن تعالج بشكل يعني طيب. عموما بصراحة أنا قرأت كثيرا وكتبت في هذا المجال في قضية التربية، إشكالية التربية والتعليم، فوجدت أن معظم دولنا العربية والإسلامية تحصل دائرة التربية في هذه ما يسمى بالتربية الدينية فقط. هل يوجد هناك تعليم لا يتأثر منه الطالب؟ نعم. هل يوجد هناك تعليم أو التربية لا يتأثر منه الطالب؟ إذا وجهنا نعم لا بد أن يكون هناك تأثر، لكن إذا وجهنا الطالب في بعض المواد يعني كما تفضلتم في بعض المواد المخالفة، إذا قمنا بعملية الحماية والوقاية ممكن بالتأكيد، مثل سيدنا يوسف عاش في هذه البيئة ومع ذلك حينما والتربية الجنسية والمشاكل وما أشبه ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. جزاكم الله خيرا. أستاذ أحمد، نحن طبعا عندما نتكلم عن التربية والتعليم ربما ينقصنا شيء ألا وهو إبداع، يعني كان التعليم مسألة روتينية ولا نطور المؤسسات ولا نطور المحتوى المناهج الدراسي، وبالتالي التعليم في العالم الإسلامي أو لدى المسلمين بشكل عام خاصة في العالم العربي والإسلامي لا يكون في مستوى المطلوب مقارنة ببعض الدول. يعني أليس مطلوب من المسلمين أن يطوروا أنفسهم ويبدعوا أكثر ويتابعوا الآخرين الذين يبدعون في مجال التعليم والتربية؟ ما هو الإبداع في مجال التربية والتعليم يعني؟ نعم، احنا بدون شك عندنا تجارب إبداعية في التعليم، ليس كل تعليمنا وفي تاريخنا كذلك، ولكن تجارب إبداعية في طريقة التعليم وفي مناهجه، ولكن حين أذكرها فلكي نعرف أننا بإمكاننا بل من واجبنا أن تكون لنا إبداعات في طريقة التعليم وفي مناهجه. مثلا من الأمور المميزة في التعليم الإسلامي أو في بعض تجاربه ليس دائما أن الطالب وخاصة في المستوى العالي أو المتوسط يركز في فترة زمنية محددة على دراسة معينة وليس على 17 مادة و18 علما وفي آن واحد يخرج هذا الأستاذ ويدخل هذا ومن مادة إلى مادة، وهذه جغرافية وهذه فلسفة وهذه علم اجتماع وهذه رياضيات وهذه لغة أجنبية إلى آخره. فكان تجربة لحد الآن تثبت جدارتها وإبداعها، وهو التركيز في سنة معينة أو في سنوات معينة على أشياء محددة حتى يجازى فيها الطالب ويتخرج فيها ثم ينتقل إلى غيرها. فعلى كل حال لا بد أن نؤمن بذاتنا وبتاريخنا وحضارتنا وبقدرتنا الإنسانية على الإبداع، والإبداع يحتاج إلى حرية أكبر دائما، هذا في جميع المجالات، بقدر ما تكون الحرية يكون الإبداع. الآن التعليم يجب أن يكون لأهله وللمتخصصين فيه، وأن يعطى قدر من الحرية للمؤسسة وللتخصص بصفة عامة وللجامعة إلى آخره. فإذا كلما أعطيت الحرية للأساتذة وللمعلمين وللطالبة نفسهم وحتى وهم أطفال أن يحس أنه يتعلم بإرادته وأنه طليق في فكره وطليق في اكتشافاته وإبداعاته سينطلق. نعم. إذا أحس أنه أمام دروس معينة والأستاذ أمام مقرر معين وأمام امتحانات
هذه فعلا تعطي روتينية قاتلة للطالب وللأستاذ حتى للمشرف الإداري. يجب أن نفكر في صيغ تعطي قدرا من الحرية ومن الاستقلالية لكل أطراف العملية التعليمية والعملية التربوية. نحن نعرف أن أستاذ أحمد ريسوني يدعو إلى تجديد حتى في باب الفقه في قضايا كثيرة، يعتبر أستاذ أحمد ريسوني من أهل التجديد، ويقال أن الصوفية هم متقدمون في أمور التربوية مقارنة بالآخرين بين الفئات الإسلامية. هل لديك رأي تجديدي فيما يتعلق بالصوفية؟ هل يمكن أن يطور تصوفا سنيا إسلاميا حتى يستفاد في مجال التربية؟ لا، هنا يجب أن أقول شيئا، وهو أن التربية الآن ليست متعلقة بالطفل فقط وليست محصورة في المدرسة. التعليم قد يكون إلى حد كبير في المدرسة، لكن التربية يجب أن ننتبه، التربية في المسجد، التربية في المجتمع، المجتمع نفسه يؤدي وظائف تربوية، التربية في الأسرة، وهذا هو الأهم. الآن للأسف الأسرة تخلت بدرجة كبيرة وتتخلى يوما بعد يوم عن وظيفتها التربوية، مع العلم أن التلميذ حين يأتي إلى المعلم وهو في السنة السادسة أو السابعة من عمره أو العاشرة فيما بعد يكون قد أخذ مساره التربوي للأسف، إما بالإهمال، إما بتربية سليمة أو معوجة أو كذا. فإذا التربية لا من 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 أكبر المخاطر التي تتهدد العملية التربوية هي أن نجعلها في المدرسة. وكلما تحدثنا عن التعليم ربطناه بالتربية فقط دون أن نربط التربية بمجالات الحياة الأخرى، ومنها هذا أحالي به سؤالكم عن التصوف. التصوف كان يربي أصحاب الأربعين والخمسين والشباب والكهول من النساء والرجال. نعم. فعلى كل حال التصوف هذا أيضا تراث عظيم جدا في تاريخنا وفي حضارتنا وعلومنا، وهو بحاجة ماسة إلى التجديد حقيقة، ربما من أكثر العلوم حاجة إلى التجديد، وتجديده من أصعب أنواع التجديد لأنه ليس تجديدا فكريا. صحيح. التجديد الفكري جزء من تجديد التصوف، لكن من يمارس هذه التجربة النقية الراقية. شكراً. في التربية الصوفية كما هي في الشرع وكما هي في مقاصد الشرع. بارك الله فيكم، شكراً، وصلت رسالة. أستاذ صلابي، هل تستطيع أن تعطينا بعض النماذج إيجابية متميزة عن التعليم والتربية من تاريخنا المجيد؟ طبعاً هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام التربية التي مارسها كانت شاملة، يعني الجانب التربوي والجانب العلمي كان مقرونين ببعضهما، ولهذا نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم كان جانب عقائدي وجانب روحي وجانب أخلاقي وجانب عقلي وجانب نفسي وجانب أمني. نعم. وجانب تنظيمي. من أين استمد هذا؟ استمد هذا من القرآن الكريم، وبالتالي أعظم أنواع التربية والتعليم هي المستمدة من القرآن الكريم. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين التربية وجمع بين التعليم وجمع بين في العقل وفي النفس وفي الروح، وحتى والتربية الجسدية كذلك. يبقى ومفتاح التربية كان قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبالتالي القراءة هي المفتاح التربية. نعم. والقراءة هي مفتاح التعليم. شكرا. أستاذ خادمي، لماذا المسلمون عندما يفتحون المدارس في بعض الدول الغربية يتميزون ويبدعون ويطورون المناهج الدراسية وفعلا يتنافسون مع الآخرين، مع أنهم حتى ربما ليسوا من أهل اللغة، لكن لا يؤدون نفس النجاح أو نفس الدور في بلادهم؟ لماذا؟ لأن المشروع التربوي بسننه، كما قلنا في حلقة السنن، التربية هي سنن، من سنن التربية مفهومها وموضوعها، وهو التربية بأبعادها المختلفة. وتحدثنا كذلك عن المواطنة، التربية على المواطنة هي بعد من أبعاد التربية، التربية على إدارة الحزب، إدارة الجمعية، إدارة الأسرة، التربية على تنمية المال، التربية على المعارضة الجدية الإيجابية، كل هذا من التربية بالمعنى الواسع الفسيح، ليس فقط التربية الروحية. نحن عندنا الروح وعندنا الجسد
وعندنا الإنسان الفرد وعندنا الإنسان الجماعة وعندنا إنسان الدنيا وإنسان الآخرة. نعم. نربي فيه الروح بمعنى نربي فيه الجسد، نربي فيه العقل، نربي فيه النفس الإنسانية بالروح والجسد والعقل بالحال والمآل بالفرد والجماعة. هذا أولا. نعم. السنة الثانية تتعلق بأن الشأن التربوي الآن لم يأخذ طريقه نحو الإصلاح الجدي الشامل، وهذا راجع إلى أن إلى التجاذب الحزبي، راجع إلى تراجع أصحاب الشأن التربوي، راجع إلى بعض السياسات الدولية. لذلك قلت بأن المدرسة في الغرب بصفة عامة، ليس موضوع تشخيص دقيق الآن، ولكن نقول بصفة عامة التعليم في بعض البيئات لا. التي تجد هذه السنن وتبنى على المهارة وعلى لا. الحوكمة وعلى الشأن التشاركي الجمعي، كل هذا يؤدي إلى الإصلاح التربوي كما يجب. شكرا جزيلا، وصلت الرسالة. أشكركم شكرا جزيلا، كانت حلقة متميزة فيما يتعلق بالتعليم، أتمنى أن تدخل هذه المفاهيم أيضا في مجال التعليم وفي كتب الدراسية. بارك الله فيك. أحسنت. أستاذ الكريم، هناك تفصيل كامل في بعض البلدان الإسلامية بين التعليم الديني والتعليم المدرسي أو الحكومي. نحن مسلمون، نحن نعيش في مجتمعات الإسلامية، نتكلم في مجتمع الذي يتقبل هذا الموضوع، لماذا لا يكون هناك اندماج كامل بين مشروعين، بين مدرستين أو بين فكرتين؟ لماذا تكون في التعليم الديني كأن علوم الطبيعية علوم الاجتماعية ليس علوم الدينية، وعلوم الدينية التي يدرس في المدارس التقليدية كأنه ليس علوم دنيوية، كلها علوم الأخروية؟ وأنت استفدت من مدرستين، خلفيتك من مدرستين، كيف نعالج هذه الإشكالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الإمام الغزالي رحمة الله عليه ألف كتابه إحياء علوم الدين في جزئيه الأساسيين حول هذه القضية، وأراد إصلاح الأمة في فكرها التعليمي. نعم. وبيّن بأن جميع العلوم بدون استثناء علوم شرعية، وأنها لا تقل أهميتها ولا حكمها الشرعي عن فرض الكفاية. ولذلك أنا اطلعت على بعض رسائله باللغة الفارسية وهي مخطوطة وطبعت بعضها أو طبع بعضها. أرسل رسالة وهو في الطوس إلى علماء وفقهاء بغداد، قال لماذا أنتم تهتمون بالفقه فقط والحديث وغير ذلك ولا تهتمون بالطب؟ حتى قال كلاما، قال أو ما تستحون حينما تمرض زوجاتكم يذهبن إلى يعني غير المسلمين من أطباء مسيحيين أو نصارى، قال أو ما تعلمون بأن هذه العلوم كلها فرض كفاية. فلذلك ومن إصلاح الفكر أن تكون نظرة الأمة إلى هذه العلوم نظرة شمولية، ثم بعد ذلك إذا قسمت أكاديميا لا مانع من ذلك في مرحلة متقدمة. ولذلك إحنا تحدثنا في الحلقة أهمية التربية، يعني قضية التربية، حصر التربية في مادة أو مادتين هذا أمر خطير وأمر غير صحيح. المفروض جميع العلوم تكون مرتبطة بتربية، وهذه التربية دينية واجتماعية وسياسية وثقافية، لتتكون الأمة المتكاملة، الأمة المتحضرة. يعني هذا التوضيح مهم جدا بما تفضلت، لأن إمام الغزالي هو متهم أصلا. نعم. أنه هو الذي قسم العلوم يعني بين علوم الأساسية وعلوم التالية، وبالتالي كأن إمام الغزالي أهمل علوم التطبيقية. نعم. علوم الاجتماعية. نعم. هو إحياء علوم الدين في الجزء الأول يتكلم عن هذا الشيء، هو بس يتكلم يقول ربما بعض العلوم من حيث مآلاتها قد تكون مذمومة، لكن كل العلوم من حيث هو علم، خاصة علوم الصناعة والتجارة والكيمياء وحتى هذه الأمور، كل هذه الأشياء هو علوم محمودة. واللي يتكلم عن قضية الفلسفة، علوم الفلسفة اللي تتعلق مثلا بعلوم الإغريق وما أشبه، حتى دراسة هذه الأمور مطلوبة، ولكن ليست هذه العلوم المطلوبة حينما هذه العلوم تتحدث عن عقائد وأشياء تتعارض مع عقيدتنا، ولذلك كتب كتابه تهافت الفلاسفة. لكن في إشكالية يا أستاذ، يجب أن يشير إليه. تمام. الجميع يشير إلى تهافت الفلسفة ولا يذكرون أن إمام الغزالي له كتاب آخر مقصد الفلسفة. نعم. لكن لا يشيرون إليه. حتى بالمناسبة في تهافت يعني الفلاسفة حقيقة رجل كان موضوعيا. نعم. حصر العلوم التي جاءت من اليوناني والإغريق
بجانبين، قال هناك جوانب علمية مطلوبة مثل الفيزياء والحساب والطب وما أشبه ذلك وعلينا أن ننقحها، وهناك الجانب الآخر وهو الجانب الفلسفي الذي يتكلم عن الإلهيات وعالم ميتافيزيقيا بالعقلية والعقول العشرة ويعني أمور من هذا المجال وقضية القدم وغير القدم هذه الأشياء. فقال هذه الفكرة مفروض أن تستبعد، وهذا ما فعله الغرب. الغرب حينما أخذوا علومنا لم يأخذوا عقيدتنا. صحيح. فالمفروض نحن نأخذ العقيدة من المصدر الصافي، نأخذ العبادات بمعنى الخاص أي التعبدية من الكتاب والسنة. أما العلوم فهي علوم إنسانية تراكمية في الحقيقة. العلماء لم يهملوا حتى المعقولات العشرة أو ميتافيزيكيا ما وراء، وناقشوه في علم الكلام طبعاً. خصصوا هذا التخصص في علم الكلام، ناقشوها ووصلوا. فنحن مع المناقشة مع الجدل مع وجود الفلسفة لكن أن في مرحلة متقدمة في مرحلة متقدمة. أما أن تتبنى الفلسفة وتحل محل عقيدتنا هذا هو الإشكالية طبعاً. التي عالجها يعني إمام الغزالي، كما عالج كذلك داخليا في قضية أفكار المنحرفة التي تسمى الآن بالباطنية الجدد وهم العلمانيون الذين يدخلون في القرآن الكريم ويفسرون القرآن بفكر باطني سماه فضائح الباطنية، وهذا أمر جلل الحقيقة ومهم. طيب في إشكالية أخرى عندما نتكلم عن التربية، في حلقاتنا ناقشنا أن التربية كان فلسفة العلوم يعني صحيح. متعلقة كان فلسفة العلوم يجب أن تكون لها هي مرجعية لكل العلوم التطبيقية والاجتماعية. لكن في مدارسنا وفي جامعتنا لما ندرس مواد الاجتماعية والتطبيقية ليس لديها أي نفس إسلامي صحيح. أو ليس لديه أي نفس عن فلسفة الإسلامية أو مرجعية إسلامية. إذن هذه إشكالية أخرى يعني، وبالتالي كأننا نميز في جامعاتنا وفي كلياتنا هذه العلوم الدنيوية وهذه العلوم الأخروية، وبالتالي في السوق الذي يروج هو فقط العلوم التطبيقية أو الاجتماعية لكن بعيد عن الإسلام. كيف سنعالج هذا؟ ولذلك يعني حقيقة الذي وصلت إليه ووصل إليه الكثيرون وهو أن التربية أي أهداف العلوم لابد أن تربط بهذه القيم، وبالتالي هنا نقول مثلا علم الطب الإسلامي اللي هو علم الطب من حيث العلوم المادية ليس هناك فرق بين علم الطب الإسلامي، لكن من حيث ربط هل ممكن أن تربط هذه العلوم الفيزياء والكيمياء والطب وبقية والذرة وما أشبه ذلك بأهداف أساسية ثقافية حضارية مثلا كما في بعض الكتاب الله يتجلى في عصر العلم. علماء كثيرون درسوا فلسفة وعلوم الزراعة ووصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك مهم جدا بصراحة أن يزال هذا الفصل. وأنا حقيقة الذي أراه وأقترحه أن لا يقال مدارس العلوم الشرعية، أن يقال المدارس العلوم التكليفية حكم الشرعي الحكم التكليفي. هذه المدارس تتعلق وتدرس وتشرح ما يتعلق بالحكم التكليفي في هذا الجانب. أما المدارس الأخرى فهي أيضا عليها يعني حكم تكليفي ولكنه من جانب آخر، وهي مدارس علوم خاصة ولكنها مربوطة أيضا بأهداف وهوية وعقيدة. أعتقد إذا استطعنا أن نؤسس مدارس نموذجية تكليفية تجمع بين الدراسات الإسلامية والدراسات التطبيقية والاجتماعية لحلت المشكلة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هذا صحيح، أحسنتم.